وي ار باك في الجيم الثانيه تاع تاع اخر نهار تاع السيمانه الاولى بلوتو اخر جيم اللي غادي تكون في هذه السيمانه كامله فوكس جيمينغ اكاديمي ضد اوراكل اي سبورتس جوج فرقي اللي نقول مو ديجا عندهم ان بوين في السيمانه الاولى دونك شكون اللي يقدر يدير بيرفكت ويك ما بين فوكس جيمينغ اكاديمي و اوراكل اي سبورتس بجوجهم واحد لعب كونتخت ميرير موركن رويال جي ويجرز الاخر كان خصو يلعب ضد تي بي ال مي وفنال ما دارش هذه بون لا ديسيزيون داكشي كان ديجا قلناها المره الاولى لي دو زيكيب اللي يقدروا يديروا شي حاجه اليوم يقدروا يبينوا النيفو ديالهم شفتوا فوكس جيمينغ اكاديمي اللي لعبوا سولمون في الكواليفايرز هي غتكون اول جيم اوفيسيال ديالهم في هذا السيزون 2 وغيكون معايا بروكسيما في الكاست هاو ار يو دوينغ بروكسيما فاين صراحه الجيم اللي فاتت كانت فغامو هايب بزاف شفنا واحد النيفو اللي كان واعر من عند اس دي جي اي هوب الجيم الجاية ما تكونش وان سايدد و اي دونت ثينك غادي تكون وان سايدد حيت بوت تيمز غير عندهم كلين راسترز كلين كلين تيم من الطوب حتى للبوت جست نهضروا على لي روسترز رابيدمون فكرنا ان بو لو روستر تاع فوكس جيمينغ اكاديمي اللي كان عندك اون فاس دي زيو غيكون انا نخليك تهضر على الروستر ديال ديال فوكس جيمينغ اكاديمي ان بو سا او توتال اي ميم اون بارون دي سيم إلا كان عندي اوكي دونك فوكس جيمينغ عندنا في التوب نورولايف كنعرفوه بالبلايستا ديالو ديال البروزرز هو كيلعب كلشي ولكن اون بريفيرونس كنشوفو بزاف البروزرز برينيكتون سيت شفنا ديجا ديجا شفتو بزاف ديال لي تورنوا فريمون كي دوميني توب لين زان كيلر فيري فيري هيو تشامبيون بول كي هيفي كاري تشامبيون بول كيلعب بحال ديانا خازيكس غريفز فريمون يو كانت اكسبكت شنو غادي يلعب زان كيلر حتى كيلعب كلشي تو سامبلومون اكوا تا هو تي ساي ديالو ما عندوش جو بونس با كان عنده هيو تشامبيون بول على حسب ما كنعرف انا ولكن فريمون بيست بيوني فلات ديك الليت جيم تشامبيونز هي جست سو جود بهم ديجا شفنا سام جيمز كيدير فريمون 1 في 9 بيوني ولا فلات ديالو شحال من مره دار سيم ثينك يوك زينا شفناه بزاف ديال المرات از وين كونديشن وفريمون ما يعني ما قصرش هو ازوين كونديشن ديما فاش كيكون كونديشن كيلعبوا عليه كيلعب عليه الجانجل ديالو كيدير واحد البيرفورمانس اللي زوينه بزاف غليميتش از سيبور ما عنديش بزاف ديال ديزانفورماسيون ولكن ديجا شفتو لاست ويك دار واحد البيرفورمانس اللي زوين بزاف صراحه تبارك الله عليه نيكي في الطوب حتى هو عاوتاني از سب نيكي في الطوب از سب حتى هو عاوتاني واحد تشامبيون بول هيوج وتقريبا نفس التشامبيون بول ديال نورو لايف غير نبدل واحد شويه ناروكيا سيبور كما كنعرفوا ناروكيا ومن لا يعرفه هيو تشامبيون بول عزيز عليه ديك ستايل ديال الانجيج اكسيتيرا موزيس صراحه ما عنديش ايديا مازال ما شفت هذا البلاير هذا جيسبر انه ان نشوفوه مستقبلا هاي دونك لا تيم تاع فوكس جيمينغ اكاديمي اللي بين الروستر سترونغ تمنات اللعبه اللي كاينين 3 سوب وشفتو ناروكا اللي كيلعب واحد الدور تاع كوتش اي سب دونك هو اللي كيبغي كوتشي اي اون كاد بروبليم هو يقدر يلعب سب فوكس جيمينغ اكاديمي عندهم اليوم نيكي في توب لين وموزيس في ا دي سي دونك هما اللي غادي يلعبوا دونك هضرنا على نورو لايف شفنا نورو لايف في الكواليفاير مي نيكي اللي غادي يلعب وموزيس ضد ليغيل في الاي دي سي على بلاص دو يوكسينا ما شفناش كنا شفنا وينجز اوف ايس في الكواليفايرز اللي كان ان تونيزيان مي لا سوسكا موزيس اللي غيدير واحد ديبيو ديالو في هاد الجيم تاع التيم تاع فوكس جيمينغ اكاديمي اللي غادي تلعب اليوم فاسا اوراكل اي سبورتس نهضروا على روسو تاع اوراكل اي سبورتس كان عندهم توب بلاينر كاري بوتر ايما اي ايتيستو في الجنجل ساي في ميد لين تيرليس اون ا دي سي اي بي فور يو سبور اي لي ساب كاين شوك سنوك ou qui 10 vitesses normalement, mais en fait 10 vitesses, ou il y a un titulaire top lane, et du coup Fujitora, qu'on a obtenu, il y a un sub, Etistone, marocain, Sai, tunisien, donc il m'a dit que c'était le faux, je venais, c'est une des fêtes, je suis un Akali qui est très fustrat, qui est très fustrat, qui est très fustrat, qui est très fustrat, je venais, Tidless, Kuwaiti, et bien sûr, IP for lui, il y a un Mgaribi, donc on a... On a une bonne team, la team de Oracle Sports. Et on dit là, Sai versus Aqua, on a Fearless contre Moses. Et la game, les gens ne chauffent pas. Surtout sur le top lane, Nikki 10 vitesse. Et le roster, les gens ne chauffent pas.
انت ما شفناهم جوج اللي نزل دابا شويه لا برو درافت اللي كدار انت ما كتعرفو كدير لا برو درافت عاد كدير لا درافت برو درافت كتخليهم هما يكونوا عندهم اول شامس في الكونت ديالهم باسكو ما كتعرفو ما كيلعبوش سيغ دي كونت غايوت اون فوا كيكونوا عندهم اول شامس كي يقدروا يبيكي ويقدروا لي سواب دونك داكشي كامل حنا في لا درافت اون ايسي دو فوار داكشي تيبيكا اون دون لورد مي سي ميو دو فوار اوسي شكون لي توب شكون لي جانكر شكون لي ادي سي شكون لي ميد اي لا اون فوا اون اوبورتونيتي واحد الحاجه اوسي سي نهضروا على لي جوار لي جايين اليوم في الجيم الاولى شفنا دارك تام مزيان تري تري بيان في الارتي جيم ياك واخا كان ايدين فيوري وماجيك انا في game tania est-ce que ça il fait les moi les rider le plus de travail ça va être encore une fois les marocains je te dis honnêtement niveau du maghreb dès qu'il là vraiment sérieusement هاد العام راه شفنا ما بين سيزون 1 ديال ياس و سيزون 3 اللي جايه وحنا غير دابا كنشوفو ك لي زيكيب و لي جوور داروا بزاف الحوايج مي سورتو مع لا ليغ اورانج لي زيوور و لي زيكيب تاع لا ليغ دورانج بينوا واحد الحاجه اللي هي نازله عليا بزاف سي ك فرقه كتكون كبر من بلاير و واخا الفرقه كتكون 3ام والبلاير كاملين مشاو الفرقه كترجع فالبلاير كاملين مشاو كتمشي تشوف واحد 2 بلاير الفرقه عاوتاني كتنزل 3ام اون فيت سي كوم واحد ليسبري اللي كيكون فهاديك فهاديك الفراقي ليسبري كيكون كبر من البلايرز تكون يكون عندك كريستيانو رونالدو ولا يكون عندك نيمبورط كي بلا ما كومباري كريستيانو رونالدو نيمبورط كي يكون نيمبورط كي ولا كريستيانو رونالدو على الريال راه كي دير دوين جود بون بيان سور بارفوا يبقى فيه دي بروبليم مي دير دوين جود زعما سي با ان بروبليم بور سي با ان بلاير اللي كيكون كبر من الفرقه ميسي ما بقاش في البارسا جو بونس با كو البارسا غادي تولي تراشتير هادي جو بونس ميم با دو تو زعما ما كيبقاش على الريال ايغري كيف ما قلت في الجيم الاولى دونك ان واحد التيم كتعطي واحد الوقت للجو كيسكريمي وكيديروا ديو مع بعضياتهم في السوركيو كي فاش كيسكريمي وكي كيتفرجوا في ريبلاي كي اناليزيو شنو هادشي كي اناليزيو لي ميستيك اللي داروا كيكون عندهم واحد الكوتش اللي كيوريهم درافت ديك الساعه طبيعه الحال نمبر وات غادي يبان واحد الفرق اللي كبير بزاف تيم يعني فرق كبير ما بين تيم وحده مجمعين مع بخمسه مع بعضياتهم كتوصل لوقيته ديال الجيم ديال شي تورنوا كيمشيو كيلعبوا صافي وزعما صراحه فرق كبير و جو بونس كو انا فوكس جيمينغ بلايرز ديال اللي كنشوفو هنا الروسترز ديالهم الروسترز كي كيعطيو واحد الوقت كبير للجو ديجا عندهم واحد الكوتش اللي هو كوتش زوين اللي هو ناروكيا جو بونس انهم ديجا كيسكريمي وكاناليزي ريبلاي كيلرني فروم ميستيكس ديالهم and I hope هاد اليونغ بلايرز وهاد نيو يعني نيو بلايرز اللي طلعوا في السين يوصلوا لواحد لو نيفو اللي زوين بزاف هما ديجا عندهم واحد لو نيفو اللي واعر بزاف لا في سولو كيو ولا لا في كومبيتيتورز سين ولكن خصهم يزيدوا يخدموا على بعضياتهم اكثر اي اون va parler un peu de les joueurs on va parler aussi du fait que Oracle Sport 18 tests كان في Stardust Gaming ساي فيرلس ما كانوش كاع في ليك سيزون 1 و البوت لين دونك يوكسينا يوكسينا سيتي البوت لين دونك اي بيل فور يو ما كانش في لا تيم ديال اوراكل اوراكل سي روستر كله جديد فوكس جيمينغ اكاديمي اكوا كان في اوراكل نورو لايف كان في اوراكل جليميتش ما كانش ايمي سامب في اوراكل ما كانش كاع في لا سيزون 1 يوكسينا كان في اوراكل مش باش هذه قلتها اوسي ناروكيا باغا كان في فورس جيمينغ نيكي كان في تواريك اي سبورتس دونك فريمون عندنا واحد كاين اون ميني سوبر تيم اللي كتجمع ان بو لي بلايرز من هذيك الفرق كاملين اللي كان في سيزون 1 اي كتلعبهم بور اون ميور اوبورتونيتي فان اون بومير اوبورتونيتي بور كتلعبهم انتر او دو لا ميم مانيير كو فورس جيمينغ كريت نهار الاول اللي كتعقدتي les meilleurs players qui ont joué Fox Gaming devant en fait il y a aussi les meilleurs autres players ou Fox Gaming Academy est-ce que tu as joué Léon est-ce que ça va travailler aussi bien que Fox Gaming parce que mais il suffit pas de faire un player pour qu'on ait un meilleur joueur quand je vois G2 et des meilleurs players et je peux te dire que il que tu vois Mad Lions mais que tu vois Rogue et tu dis ok G2 they might be a little problem mais ils ont l'opportunité de jouer à Jean
et نشوفوا هادشي كلشي في هاد الجيم اللي غادي تكون بين فوكس جيمينغ اكاديمي و اوراكل اي سبورتس نيكست في النيكست جيم شفتوا البروميير جيم تاع فوكس جيمينغ اكاديمي يا دونك انا كنشوف فوكس جيمينغ في البلو سايد اوراكل اي سبور في ريد سايد الفيرست بان الفوكس جيمينغ اكاديمي غادي تكون هي لوسيلا سيلاس ما عرفنا واش تارجت بان ولا غادي بيكيو سام جود التيميتس يعني از تيم فاش غادي تكون كاش بي غادي تبيكي سام التيميت غادي يكونوا ا بيغ بروبليم ليك دونك كاش بان واحد السيل واحد سيلاس باش كتهنا ابري ريد سايد It's too obvious on the Gradich, Chibani, Diego. Diego is a big problem. LHPK contract, you don't want to get him fed. LHP that it's a safe game, is just over. Donc, I'm going to say, as a red side, and Diego, and I'm going to pick deal, I'm going to pick deal, Khazix. Khazix was one of the champions, deal Zankiller, Radibane. ما خصوش يلعب كونتر تشامبيون ديالو دونك غادي يبان زان كيلر ما غاديش يلعب هاد الجيم نورمالمون فور رايت باسكو ما غادي يفون يسيي دو تارغيت زان كيلر او ماكسيموم واللي عنده واللي عنده لوبورتونيتي يمشي يعطي لي كيل يمشي يعطي لي ريسورس لاكوا يمشي يعطيهم لموزيس نيكي اوسي يقدر يلعب سترونغ سايد فوتو بيزا سي نيكي اوسي لابورتونيتي strong side enfin il joue surtout strong side mais je hélas je connais je fais IAC et surtout pour ça qu'il a une bonne idée le mort de Kaiser Diallo parce que Kaiser Diallo راه ملي كنا شفنا لعب كونتر ستيغريم اللي كان مع تواري اي سبورت كنقول لك مع كان ستيغريم ما كانش كيضحك معاه كان كيمشي دار دي زوتي اللي كانوا اسي انتيريسون سيلاس و بين لينا كو عندو النيفو باش يقدر يلعب في الكومبيتيتيف سين في المينا هنا فيرست بيك اللي غادي دار تا ما كانش اوبن جوان اللي غادي تخاد جوان وصراحه انا كنت كنقول في عقلي كنت غنتسنى غير تسكت ونقول اوكي هو جاي واحد البيك ديال تايم كينج ولكن ما جاش بيك ديال تايم كينج كنشوف ديك بيكي غوين وتيس فيتيس كبيكي مالفيت وفي الجنجل ديال اوركلي سبور غادي يكون هيكاريم بحال الجيم اللي فاتت وانا كنشوفوا البيك ديال ترندل والبيك ديال يونيك ما قلنا ان يوني هو تشامبيون ديال اكوا دونك الى مشيتي تدينا يجي له البيك ديالو دونك غادي يكون مزيان كنشوف البيك ديال اكالي صراحه ما كتشميش بيك Je pense que Trendel trade and Oracle, parce qu'on a. Enfin, Trendel trade and Fox Gaming Academy, c'est parce que Kane a pit for une, il est Tamken, je pense, au support. Sinon, on vous demanderait d'être une chose chez Trendel aussi. Après, Trendel, c'est aussi strong contre Malphite, même ça, parce que l'un de l'outil, il y a très bien des résistances, mais Malphite, il a 18 à Malphite. 18 à l'élève off-roll, savoir que le Marib, d'abord, actuellement, qui est en pénurie, c'est à l'étoffe pénale, mais qui est en pénurie, c'est à l'étoffe pénale, comment est-ce qu'on a fait une autre, mais un de moi, le reste, neuf. Qui est resté pour la top lane, mais deux top laners qui nous permet de pouvoir switch un peu, même Nikki ou Noro Life. 18 S, Liwa, mid laner, puis laptop. Je trouve que j'arrive pas à l'idée. Faites la game. Shen, yeah. Bromban, Vladimir, Lexi Classic, Sivir, puis des redits du buff. C'est possible, Trevor. Et c'est au final. Ezreal, l'héritage de Spartan. So strong, okay. Ezreal d'abord. So strong. Yeah. Anna, il nous manque la bot lane, mais j'aime la bot lane. Ezreal, je sais pas, bon, Tristana, c'est très très fort. Tristana, Reddit PK. Anna, qui est Leona, ouais, voilà, Leona, Reddit PK. On a quand même qu'il a qu'une Nautilus qui est open. Nautilus, c'est très très bon aussi, Anna d'abord. Sachant que Thresh sera banné. Nautilus, Anna. Extrêmement bien, ou sinon, on a la Tam Kench ou Alistar. Alistar est good too. Yeah, Alistar est super good contre Tristan. Tu as des conseils à jump deal ou la jump out, soit jump in ou la jump out qui est conseillé à l'air. Ou même si je suis en train de Leona ou Tristan est very very strong, ou la Tristan, je pense, il a même si tu as ta tête cleanse, radi qu'on a un kill pressure, fait de botte ligne. Sinon, ma radi qu'on a un dom. Et tu as même que je fous un Israel ou exhaust. اكزوست الا مجيتي تعطيتي على تريستانا راه ما غاديش يقتل لك طبيعي ما غاديش دير دامج بزاف حيتاش الكومبو ديال تريستانا كيمشي في انفيرون دو 4-5 سكوند يعني فاش كدير عليها ديك يعني فاش كدينا كتحط عليها اكزوست كدينا ليها ديك الكومبو اللي دارت ديال روكيت جامب وكومبو لا او فور اوروز الا مشيتي تدينا عليها باكزوست ديك الساعه ما غاديش تشكل شي تهديد عليك في هاد البوت لاين ولكن كنشوفوا تريستانا مشات بهيل صراحه بيغ ميستيك نورمالمون يعني تمشي بكلانز ولكن اتس فاين لان دابا ضيعوا على راسهم واحد الكيل بوتنشال في هاد البوتنيل كبير بزاف
Oui, là, surtout, moi, je voulais parler, c'est parler des Sams, parce que sinon, la tête des TP, ce que le merdage TP final lane, en fait, c'est Yone, le merdage TP, il a Ignite. Donc, ready for the kill de Akali, il m'a dit, c'est Ahmad, brel kill contre la Akali, et ça va être très intéressant. Trendle au final, mais quelque chose, Alistar, mais quelque chose mal fait, comme vous voulez, c'est un très strong pick, non? Et vrai, riche de chez Alistar, Richard Murphy, Réhide et les Résicamlin. Et une fois que nous avons les Résicamlin, Réhide et Tahma, même pas du tout. Pas du tout. Proxima, I don't know if you're here. Je vais te semaine. Bon, on va un peu là le top lane. Gwen contre Malphit. Gwen, on a une opportunité. Proxima, les Kerbak. Une certaine opportunité de chez Aja, surtout contre le Malphite. Malphite est prêt à aller à mais bon, après, au bout d'un moment, ça va être un peu compliqué. L'Anchofo, en attendant, très rapidement, les scores. Tuareg Esports, c'est le juge 0. Revenge Esports, c'est d'abord déjà l'heure de game, un 1-1. Oracle Esports, il y a 2-0 normalement, Stardust Gaming, dans Oracle Esports, 1-0, Stardust Gaming déjà la boule de game, donc 2-0, Sunset on Fire 0-2, MRR 0-2, et voilà, c'est l'un pour le moment, Kansana aussi, d'abord, Fox Gaming Academy, Oracle Esports, The Black Lotus, pour la confirmation, on te chauffe, Inch'Allah, ce qui va se passer, on a un petit moment de l'aim, Serge, Ben Chufin. La Dexi quand même réagit, de toute façon, la Kenya a dit les 3 minutes de retard, donc on va être dans le droit de Chuya. Tu m'offres le chat, tu vois un peu. Je connais les 4-6 jours. Je connais les 4-6 jours. Les TVL et moi les. Je sais pas ce que c'est, Radi Oracle Esport, Radi Tla, ou Joini, tu vois, Oracle Esport, as 2-0, first score, ou là, Radi Khalil. Tu vois l'esport, ça d'arrêt cette semaine, Hadi. Notre chien a draft Gwen contre Malphite sur top side. Normalement, Malphite, c'est la Gwen, elle a fait le Malphite. Elle a fait Malphite. Il a piqué Malphite, il doesn't mean qu'il a fait la lane in face. Il doesn't mean qu'il a fait la team fight. Ou Malphite is a unkillable champion. غادي تسلا غادي سلويك وغادي تزيد ليه موس فيد غادي ديزينجيجي او بيغ دي كارت الا تستنى شي حاجه عنده التيميت عنده الجي انستابابل فورس غادي يقد يمشي تو ذا سيفتي بالالتي ديالو وعنده بيغ رينج يعني هذا واحد الشامبيون اللي خرجته رايد جيمز باش يريح اندر تاور ويتسنى في تيم فايت يضرب اخر دونك فوالا كما كيوقع في السولو كيو راكم عارفين عندنا ترندل كونتر هي كريم اوف كورس كما كنعرفوا انا ترندل واحد تشامبيون لي سو سترونغ في الايرلي لا في الميد جيم خصوصا فاش كياخذ شين نورمالمون دابا البيلد اللي كيضربوا ليه هو ديفاين ساندر فيه شين بروك اللي كتعطيه اللي كتبروكي الكيو اون بلوس عاوتاني الاي ديالو والالتي كتعطيه موب سبيد اتاك سبيد والالتي كتعطيه لايف ستيل يعني غادي يكون واحد تشامبيون صعب بزاف تقتلو فون في وان از هيكاريم يعني غادي بطبيعة الحال غادي نعطي واحد لافونتاج لترندل في الجنجل از يعني في از وان في وان اما يوني واكالي اكالي كما كنعرفو عندها واحد شويه ديال بوكس عندها اول ان بوتنشال ولكن عاوتاني منزوج بلي يوني عنده ويف كلير عنده لايف ستيل عنده سوستين ولكن اكالي منرفيه بزاف في الاولي جيم غادي يكون عندها بزاف ديال الدمج في الاولي جيم عاوتاني اسمح لي نخطاك سي سورتو كو قلتي انا اكلم علاش ماشي في الجيم مي هي واحد ليغنايت من عند يوني ما غاديش يخلى كاع التيله واحد الوقيته اي سورتو يحاول يدير شي كول بوتنشال مع واحد ترند اللي مشي دار شي بيلار وبون مومون وهي ما عندهاش باك تمبل راه صافي راه ما غادي تقدر دير والو كاين لو سلو اون بلوس دو سا كاين موفمنت سبيد دير خدمه وسي كاع الا مشات غانكيت ليونا ما عندها ما دير مي واحد الحاجه سي كو ساي لعب اكالي ديالو وعارف كيفاش يلعب اكالي ديالو كونتر ريو جين اللي كان عنده 4 ليكيل وعارف كيفاش اللي كان لعب ايريليا ساشو كو ايريليا كونتر اكالي اللي كانت حدا عندها لافونتاج اكالي ما غاديش تلعب اي وفي النهار عارف كيفاش يلعبها ولقى لوبورتونيتي باش يدير ليكيل في الباك لاين مشى تحت واحد الكوادرا كيل وتريبل كيل في الاخر تيم فايت دونك ساي يو ساي اكوا هو الماتش اب اللي خصنا نشوفكم نشوفوا نتوما دونك خليك تكمل ان بو على الوات لاين ايش نقول لك على لي دو بلايرز اكثر من لي تشامبس نهضروا على لي بلايرز
يا زي انا كنقز شويه على الجامس عندنا بوت لين تريستانا وليونا و كونتر اسرائيل والستار الستار اذا قلت بي كونتر تريستانا حيت كي كونسل ليها الروكيت جامب سواء اوت سواء ان كما قلنا في شوم سيليكت ابري عاوتاني بقى واحد البروبليم هي اون جو تريستانا وليونا عندهم لافونتاج في الاولي جيم عندهم كي البريشر على اسرائيل والستار ولكن واحد تجي بروبليم هي انك طونك انك لعب تريستانا كونتر اسرائيل راه اوبفيوس انك خصك تاخذ كلينز ولكن تريستانا ما خدتش كلينز بريفيرات انها تاخذ هيل و ذا بيجست كونتر ديال تريستانا في اللين فيز هي اكزوست يعني اون فوا جامب عليها يضرب لها اكزوست ما غاديش قد دير والو يعني الكيل براش غادي يكون عند اليستار او اسرائيل كشر فور ذا مومنت اي بور لو مومون On va voir no invade les deux teams. Ah, c'est parce qu'il y a un invade cette semaine. Donc, on conclut la semaine, mais il y a un invade. اسمح لي قطع شي كيان واحد شوجمون عاد شفتها باللي حتى تيست انا خدت اكزاست يعني ما خدتش اتس جود ولكن از جود از ولكن كاين احسن كون كانت خدات كلانس على ساي جو بونس اكزاست على ساي سورتو اكزاست على اكاليم ما غاديش تخليها تلعب Donc, on va voir un peu à la presse d'attaque à la Trendel. Et. Vas-y, it's good, Chou. Conqueror is good. Il est juste scaly. Mais tant que un killer pick à la Trendel, il doit mean un brillant. اغريسيف الايرلي او ميد جيم ولكن وباش تلعب اغريسيف في الايرلي او ميد جيم وباش يكون عند باش تكون سيغ 100% انك غادي تربح 1 في 1 كونتر هيكاري مزيان تاخذ بي جي اي بي جي اي غادي يعطيك بزاف ديال التولز بزاف ديال الدامج باش تقدر دير 1 في 1 نورمالمون زان كيلر غادي يحاول ياخذ هذا البلو هذا ابري جرامب انتو ريد انتو اغانك في البوتلين حيت جو بونس ان فوكس جيمينغ بلان ديالهم فور ذا مومنت طون كو ان زان كيلر ستات اوف توب سايد يا انهم سوا غادي بوشيو فيرست تو ويفز ويخليو الويف سلو بوش اللي عندهم ولا غادي يلاست هيتشي ويخليو اوركل اسبور تبوشي فيرست تو ويفز ايزي فهمتي ولكن جو بونس غادي يديروا بلان بي اللي هو انهم يخليو اوركل انهم يبوشيو هاد الفيرست تو ويفز باش زان كيلر يغانكي بكل سهوله واي on va voir maintenant la team de Fox Gaming. On va un peu bon les Smite, Red Smite, les deux jeux plus chingler, parce qu'ils ont défié. Enfin, il y a pas de problème. Maintenant, on va un peu là la team de Fox Gaming Academy. Pour le moment, quand je fais que les trois lanes qui pushent, donc ce qui laisse l'opportunité de Prayo and Trendle, ça va pas. On ne sait pas qu'on est quand je fais un lingage, mais un appel for you can throw bosses, jump out. Jump out. ولكن شو ذا سيفي عنده بزاف ديال الدمج ما قدش يكونسل ليها الروكيت جامب اوت ولكن صراحه نايس تراي من عند اوركي سبور ربحوا التريد هذا ميكاو تيسان انها تيوتيزي البوشنز ديالها دونك ربحوا التريد بطبيعه الحال عندهم اتش بي ادفانتج فور ذا مومنت ولكن البوش موجود لعند فوكس جيمينغ اكاديمي دونك كنت كنقول لك انا بسي سا بوش نو واي سيت بوش اون فوا لا بريو عند لي 3 لينز ودوكو عندك واحد التريد اللي غيبقى يدير لي ريدير سكوتل اللي بغا تيتخون واحد دبل سكوتل عند هاد زام كيلر زام كيلر اللي غيكون اسي مرتاح حز دبل سكوتل فاس واحد هيكارين ذاتس ريلي جود ذاتس ريلي 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 جود انا ما بوفا فوشي حاجه انا كنشوفو زنكيلر 5 هيد زنكيلر 5 هيد خد السكاتل ديال توب سايد وكتوجه السكاتل ديال بو سايد مما يعني انه غادي ياخذ دبل سكاتل صراحه هاد اللعيبه هادي كنشوفوها غير في ال اي سي شحال كاع ماش يعني اتس بلون تايم يعني شي جنكل كيلعب بحال هكا ابخي زنكيلر كما كنعرفوا واحد غير واحد البلاير اللي فيري فيري تالنتد 5 هيد بلاي هو دابا تمكن انه ياخذ دبل سكاتل ايزي غادي ياخذ السكاتل ديال البوت سايد وغادي يمشي ياخذ تشيكنز انتو كروكس ديك الساعه غادي يكون عنده جولد ادفانتج اكثر من سايد ستون وغادي ياخذ الشين ولونغ سورد اي بليف اي ثينك ميبي غادي غريدي وزيد ياخذ وولفز لخدا وولفز ديك الساعه غادي ياخذ شين وروبي كريستال ولكن من الاحسن انه ياخذ لونغ سورد احسن باش تكون عنده بزاف ديال الدمج نيفو د كانك حيت دابا كنشوفوا صراحه هاد مال فيتش هذا ايزي تو كانك وعاوتاني البوت لين الى خلاو الويف سلوب باش اللي عندهم ايزي كانك عاوتاني ايزي كانك كنشوفوا لو فايت من 10 فيتا ما بين 10 فيتا ميكي كنشوفوا 10 فيتاس اوف رول وانا كنشوف تات لو كيل على ميكي اي ليكي ديال 1 اتش بي ولكن ميكي 1 اتش بي كي سيرفايفي
Zazad Malfit, ça s'est joué à rien du tout. Vraiment rien du tout. واحد صاير يدخل حتى هو ما غاديش يعطل اللي دخل عليه سورتو كو لا سول مويان دو دوج لوتي ديال مارفيت جيل فورس ولا فلاش اوت ما كاينش شي حاجه ولا زونيا ما كاينش شي حاجه اخرى اللي غادي تخليك تقدر تقول لي بدات الاو ديال ازري ولكن ازري راه معاه كيضرب هاد لا بلونط هذا ما كايناش فورد واش غادي يقدر يدير شي غانك ولكن ما عندوش انفورميشن بلي كاينين في ديك البوش هذاك كنت عندها انفورميشن غادي يقدر يقتلهم عنده برايو في الميد دونك غادي يستارت هاد الدريك هذا عنده برايو في الميد وفي البوت ولكن ما نساوش بلي هما مريحين في ذاك البوش مي غادي نشوفوا شي انجيج على على ازريل وعلى ابي فوريو حتى هو ما نساوش بلي عاوتاني زنكي لها المتواجد في هاد البوسايد هنا كنشوفوا اوكي السيستم متواجد على ابي فوريو دبليو على هاد المينين هذا باش ديزينجيجي صراحه دبليو زوينه بزاف من عند هاد اليستار اي بي فور يو باش ديزينجيجي دريك كي دار من عند ايتيستون وكي سيكوريزيه كي ديزينجيجي واحد جات فوكس جيمينغ اكاديمي ما كانتش عندهم انفورميشن بلي كيديروا هاد دريك هذا اي دونك لو غانك في البوت لين ايتيستون ما كيخافش انا ايتيستون دونك كتبوا فلاش كل كيو داك المجوال ولا كيشوفوا اوت اتاكس موجودين ولكن الجوست كاتش برو كار لا 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 ولكن كيرجع بالاي ولكن كنشوفوا هنايا الاستاذ زان كيلر كيضرب على فلاش والاوت اتاكس كيريز كيديروا البيفيكسكيوشن الاولى كيضرب على اي ولكن واخا جوجنتي اللي كتاخذ الكيل ديالو على زان كيلر 1 فور 1 فور ذا مومنت وهنا كنشوفوا 1 في 1 اللي عند الاستاذ ساي واكوا واش غادي يقدروا يديروا شي حاجه لا ما غاديش يقدروا يديروا شي حاجه وغادي غير يدوموندي السيبورت ديالو باش يبوش هاد الويف وياخذ فريريزات فري لي زيت ان بور د اكوا نمشيو نديوارديو او ماكسيموم لي لي سامز اللي تستعملو من عند اكوا سمي كوم بوكو د سامز بور فان سمي الفلاش ديالو استعمل لولتي من لولتي ما بقاش كتشوف هاد لي سايد ستيب من هاد ايتيستون بقى كيشطح فهاد الشيء في الميد لين اي او فينال اون فوا واحد لافونتاج لي لي تريد فور زان كيلر اللي كيفلاشي دو فلاش فور وان غوست فور فور وان فور وان après ils ont quitté après avoir mis des goals supplémentaires donc qu'est-ce qu'il est contre tranquille donc vous qu'est-ce qu'il est contre tranquille avec donc il fait la trade là flash oui bien je vois on a là et puis on est qu'est-ce qu'il a zinkiller les for the moment mais under utile alors qu'il lance utile alors qu'il a tapé zaf deal deal expérience ok c'est pas aussi ni zaf deal damage le magic damage ou la king size tant qu'il est mass of shadow outs to the safety et là Rizda le refight le refight فاش كتكون شي تشامبيون عنده موبيليتي خصك تيستي فهمتي وكان كنشوفو التيمات موجود على الاستاذ اي بي فور اي بي فور كيدير فلاش اوت ولكن ما كيكونش كافي وكيموت بكل سهوله سمحوا لي ماشي فلاش اوت كي تبولا بالوتي ديال تريستانايا واه كنشوفو الشيء تاع تريستانا كنشوفو الانجيج بتاع تاع على الساي اللي ديك اللي كيتحطو انا اون فوا لافونتاج من التيم ديال ديال الفوكس جيمينغ اكاديمي ولات كتبان واحد شويه واحد 200 جولد سولمون ولكن واخا هكاك راه كنشوفوا لي لو فارم 18 فيتاس اللي هو ميبي غادي يدير عليها اول ان ان كيب الاوتي الاولى والاوتو والاوتي الثالثه كدير بزاف ديال الدمج ولكن انستوبابل فورس اوت كيف ما قلنا هاد الشامبيون هذا جاست انكيلابل جاست انكيلابل وهنا كنشوفوا بدات خلينا لي لو كيل نحاولوا نمشيو على هاد هيرالد كاين الفيزيون كاين ترندل تماك دونك غادي نرجعوا شويه للور ونوصل راكي نضربوا على التوب سايد ولكن بوت سايد سو فار 0-0
الا جينا نشوفو بيناتهم شوف بور هذيك لو بيتي كاتش ديال اليستار طويله في ميد لين مي ازريل غادي كيستاكي ديجا نص تاع التير ديالو دارت باقي ليا واحد شويه نقدر نقول لك ما غاديش يبقى يضحك مع بنادم سورتو كو جوست ابري دابا راه ديجا ديجا عنده تو ايتيمز تو سمول ايتيمز قبل من الميتيك ديالو اللي غيكون ديفان سندرر ساي او سيس بو مينوت عندنا 200 اوكي اوني جون جون فيون تروشوت باراج كدير بزاف ديال الدمج على هذه يوني يوني اللي ما عندوش لاشبي بزاف كيرجع بالاي ديالوش اكالي كان بامكانها كان عندها الصراحه البوتنشال انها دير بيرفكت اكزيكيوشن والدبليو كتزاد ديال كان بامكان تقتل يوني حتى ديجا تضرب بالتروشوت باراج ولكن بريفيرت انها تلعبها شويه سيف ما كانش عندها انرجي صراحه من الاحسن انك تلعبها سيف انك تشوفوا ابي فور كيحاول يفريزي هنايا و موزيس ما كيقدش ما قدش يدير شي حاجه حيت ما كانش عنده سيبور ديالو معاه كنشوفوا اللي جيت موجود على تريستانا مسلوية روكيت جامب اوت ولكن كنشوفوا ماسف شادو كتشفيري هاد تريستانا بالايجنايت وكتموت من عند ابي فوري ابي فوري اللي كياخذ الكيل بالايجنايت ديالو سي ان بو احسن كون كان خدات الكيل ازريل ولا كاع ايتيستون ياخذ الكيل مي بون ديجا كاين واحد دوز اسيست راه ديجا مزيانين كنشوفو هنا لي جولد لي اون افونتاج على ساي اللي هو في الميد لين عندو ان كيل بابور الميد لين وعندو بزاف الفارم عندو دي سي اس 9 سي فارمين ميد لين انا عاوتاني في توب لين ساس كيرميش فيتاس كيتمشى كيجي قدامو كيضرب او كيعمل قال ما كيفو كيف مش كيف وقايل كنشوفو اي موجه لا كتصوي هاد الهيكرم هيكرم فوتاس باش ما عندوش ماسو شادو كيموت شو تسامبلو من عند هاد ليوني هذا حيت عنده الدمج بزاف وصلو كان اون بوينت من عند زانكيلر عقبه بلي كيدار ديجا هاد تشيكن زاد حتىش فيكا قدام في ديك الوارد كيفما شفنا انه مشى دار واحد البلان 5 هاد عاوتاني يعني انه مشى قدام ديك كونتر وارد راسو غادي لديك تشيكن فاش دار راسو غادي لديك تشيكن ويتش زين انه ايتشستون غادي يكون عنده انفورميشن بلي زانكيلر كاين في توب سايد دونك ديك الساعه ملي مشى توب سايد ما كلي راه والو باك اب لي باك ديك الساعه مشى تشيكنز مشى تشيكنز لقى ايتشستون تما كاتشا وقتلو كل زوله donc petit machine c'est vraiment très mental hein surtout le jungle qui a le mental on a quand je vois le kill magadishido pile for you maintenant je kikine un de la TP maintenant 10 vitesse qui me TP maintenant Nikki mais qu'est-ce qui TP maintenant 2000 dinars mais je pense que le drag est mieux and Fox Gaming and Fox New York je vois pile for you qui drape de chez nous c'est celle à 4 je pense que je vois non cap ou lekin l'ossez zanki l'air qui est dialogue qui est là ولكن ما كيكونش كافي انا كنشوفو ساي كيدخل على زانكيلر ولكن بيرفكت اكزيكيوشن ثانيه ما كتكونش كافيه ما كيديرش دامج بزاف ولكن ال اي سي 2023 ال اي سي كيدير بزاف ديال الهيلين ولكن ما كيكونش كافي حيت ديجا اي بي فور يو دار شين اوف سي سي ما كانش عندهم فولو ما كانش عندهم الفولو اب ما قدوش يديروا شي حاجه وهاد التيم ديال اوركل اي سبور كياخذوا السكند دريك ديالهم كل سهولة حيت ام بي فور يو صراحه فريمون دار واحد الفايت فيري فيري كلين و تاع عاوتاني ساي دار واحد الدمج في هذا الباك لاين اللي كان هيوج وكانوا فيري فيرو مما يعني انه ما غاديش يقدروا يكونتيستوا الدريك هذا مين وايل في التوب لاين عايش الحياه ديالهم ديز فيتاس كاع كي بوكي فكي بوكي نيكي نيكي كيحاول يفارمي باش يوصل ليج جيم ياخذ ريش ميكر ديال لوكس يكون عنده كيل بريشر كثر هاي كنشوف منين نورم تخبى من عند ساي هنا في الباك لاين كيبقى يمرض كلشي كيتحط عليه اكزوست لي بورتون واخا تحط عليه اكزوست كتشوف لي ديغا اللي كيتحطو واحد اكزوست اللي خدينا بوغ هاد لاساسان اللي يبغي يمرض الباك لاين ايش بغيت تجير دابا ساي ما شفت واحد الاوتي واحد الاوتي تروش البراج ما ندير راسي ما شفتهاش تلمو مشتياش انا مشتياش نقول لك تاع بالصاله مشتياش مشتياش في الكروش كان درا لور درا بيان درا بيان مو ساري ما نساوش كلي فيل كي تراو مي انا كنشوفو نقول لك شنو وقع له بغي يضربها في نوزيس ولكن جو بونس الكيرسر ديالو مشات للمينيما فاش مشات للمينيما في الضربه في الجهه الاخرى كتشوف كيزوقع هادي بزاف كتوقع انا كنشوفو ميد لين ا دي سي مازال ماخدا البوتس نقول ليه ازريل ا دي سي بوتس مازال ماخدا مستا يلا خدر بوتس تير 1 تم تاع اوراكل ما عندهمش مع البوتس اوفر ريتد زعما علاش غادي تمشى بالضربه حنا غادي نبغوا نديروا الدامج ما غاديش باش نضحكوا مع بنادم وابخي اوسي سي ادريل عنده لا ديستانس وعنده اي دي ترانكيل كنشوف كتخنجه على ساي سا اللي كيلعب تري دونجوزمون
وعارف كيف ثلاثه الناس كاين بينكور اللي شافت جليميتش وخا هكاك ما كيخافش عنده الشادو ديالو عنده السموك سكرين الا كتشوفوا التيم تاع فوكس جيمينغ اكاديمي لي تري اغريسيف في التيم في الجنجل انمي وبتات غنشوفوا اول اولتي من عند ديز فيتاس واش غيدخل بحال زيدان غيدخل الناس ما غاديش يعني مازال ما شفناش البوت يعني لا نيكي ولا ديز فيتاس مازال ما شفناوش شي تيم فايت 5 في 5 غير جالسين في ديك توب لين كيفارميو بجوجهم فور ذا مومنت متقاربين بزاف صح ماشي بزاف الفارم 21 سي اس ديفرنس ما بين ديز فيتاس ونيكي ولكن تو بي اونست في تيم فايت 5 في 5 زعما لافونتاج ديال امباكت غادي يكون عند ديز فيتاس كثر بالنسبه ديال انستابل فورس انستابل فورس واحد الاوتي اللي فريمون هيوج في تيم فايت فيري فيري سترونغ في تيم فايت ولكن ما نساوش عاوتاني ما نساوش باللي فوكس جيمينغ ار سترونغ دابا بالنسبه ديال ديوني هذا اللي باقي ليه والو يكمل الايتم ديالو وعاوتاني ما نساوش باللي نوزيس ديجا كمل جيل فورس يعني يكون صعب بزاف انك تقدر ناي كونتينيونا في البتي ريبلاي غادي نشوفو اي لا كنشوفو لي ديغا شوف ساي اللي غادي يدخل في الباك لاين وساي اللي غادي كيضرب لي ديغا على زنكير كيضرب لي ديغا على كليميتش كيضرب لي ديغا على موز اي في النهايه الفلاش من عند فيرليس باش يقدر يقتل التيم ديال يقدر يقتل زنكير زنكير اللي سوفار اكسبكتين ان بو بلوس من عند ولكن اكزوست ديالك موجود ولكن ريديكت نتاع روك جامب وكياخذوا الكيل ديالو من الاولى كتشوفوا مصاف شادو ولكن فلاش اوت موجود من عند زيز وزيز معدو في اناف من سبيد ولكن اكزوست عند الاستاذ ايسيستون ولكن ما غاديش يدير هنا مع الحيط ولكن تيبي موجوده وكنشوفوا ديزنجيج من عند اوركلي سبور كومون ديز فيتاس انستابل فور زادي ديز فيتاس كترا مي كومان ديز فيتاس لي بغي اتاك بزاف بغي اتاك ايتيستون ساريف دبليو كذلك كتلعب بزاف ديال الانرجي ولكن بيرفكت اكسكيوشن ثانيه ولكن ميروا في البوت لاين استنى نوك اب ثلاثه الناس ولكن ما كيكونش كافينا كنشوفوا ليون اللي فاضيه صعبه جدا ولكن ميستيك شوك كتسكر يزيد الكيل ديال الاولى اللي كنشوفوا ديز فيتاس كيحاول تشيسي كيدير الفلاش والكيو الكيو كتبروكي سلو واحد شويه ولكن كنشوفوا اي بي فور موجود تروش البراش كيدير بزاف ديال الدمج على الاستاذ زنكي اللي زكينا فاضيه صعبه جدا لا نيفر مايند اي بي فور دي فاضيه صعبه جدا ولكن هي بزاف بالنسبه ديالكم بالنسبه ديال هاد الاي هادي ولكن كنشوفوا الاستاذ كاين الكيو اوت مجدده من عند هاد ليوني هذا وكيضرب براسكون وكيمشي تو ذا سيفجي ولكن كنشوفوا الاي موجوده من عند الاستاذ ازرائيل ميستيك شوتس واش غادي يقد يهرب ولا لا كنشوفوا الاي باش يخرج عينيه واحد شويه ولكن كيدير ديزينجيج ولكن هاد الفايت هذا كامل مشى الاوركلي سبور اتس وورث الاوركلي سبور حيت دابا غادي يكون عندهم الكنترول في هاد دراغون بيت باش ياخذوا الدريك هذا بكل سهوله ها انا كنشوفوا الجيم اللي شويه سي ما كاينش بران غرو ديفونس كاع بيتيتر على لو ستيل Mais alors, faut faire attention, 18 SNA qui donne l'utilité à Niki, Niki, le mercredi de Walou, Haha, de la zone Diallo, Walakin, entre les mains, ici sur le side, qui t'envoie du maximum, en 1v2, de Aqua, avec une chose peut-être légale résistante à Aqua, peut-être 1v1, mi-tain, ou shutdown! ولكن مازال مثلا هذا ميستيك شوتس موجودين ولكن الاوتوس كذلك موجوده ولكن نشوف ايتيستون كي جوين هذا الاسرائيلي دابا يعاونوا ولكن كنشوفوا ليونا فاتح صعبه جدا ولكن كتبروك الايديالا وديز فيتاس كياخذ الكيل ديالو كيسيكوريزيه فور ذا مومنت ثلاثه لي دريك الاوركلي سبور عندهم السول بوينتس نتاع الانفرنال دريك صراحه فوكس جيمينغ از لوزين في هذا الجيم هذه بسبب دريك ثلاثه لي دريك و اون بلوس عاوتاني انفرنال سول تي نيد تو بي كارفول تيم هذه دو تيم تمنيت سعود الكاغون هو هذا كاين غير اون تور دافونس عند فوكس جيمينغ اكاديمي مي ليكيل هنا اون فافور عند اوراكل اي سبورتس سورتو كو ليكيل اللي عند فوكس جيمينغ اكاديمي جوج من عند ليكيل عند ليونا سي دونجرو الى مشى مشاو عند ليونا لاركاش بخا عند لي غود هي راه سي با كوم سي تمنيتي واحد دو كيل على ساي وساي سوفار واحد لي غود غادي داكشي طالعها كنشوفو اوراكل كيجرو ان بو فوكس جيمينغ اكاديمي اللور كيقولوا لهم بارك ما تاخذوا لافونتاج عرفتي فوكس جيمينغ اكاديمي كتخرج كدير واحد الاوبورتونيتي كتلقى واحد الاوبورتونيتي كترجع اللي وراك عرفتي كتجر اللور الا كنشوفوا كي با فريمون دافونتاج في هاد لونتر دو زيكيب ديز فيتاس اللي كيحبس في التوب لين حبس في التوب لين وكيخليه ترونكيل
Mais ça va continuer à l'aide de l'Herald. Second Herald يا ديال الجيم. جيد اوكي دي زيتس كان كيجي على هاد النيكي هذا النيكي اللي عنده شويه ديال اللايف ستايل اللي كنشوفو اوكي اصلا فارس والنيكي جز كان داي ما كانش عنده انفورميشن بلي اي ستون متواجد في التوب سايد هذه ولكن شي ما كانش كافيين كنشوفو الاستاذ يوني متواجد في التوب سايد ما عندوش انستوب فورس كان يجي كاش بروكي على هاد مال فيش ما تلفيش فاضي صافي جدا اوت اتاك الاولى والثانيه ما كيكونش كافي اي بي فري متواجد باش يكوفري اي ستون و فوكس جيمينغ كيديروا ديزينجيج. Ouais, on va partir là de ballon. On a un team qui a Fox Gaming Academy. Redka ou peut-être l'opportunité. Mais je me barrage que je proque. Ou Fox Gaming désengage avec Chakdosh. Et ça, c'est un peu de ballon en fait. Mais c'est que quand on a fait la side, ça ira au bot lane. Et nous, l'apparition sur le bot lane. Il faut pas oublier aussi que Fearless a été là qui a les dégâts. Et Ezreal, la Ramadan, elle est bizarre. Il faut que nous devions s'en dérouler. On a demandé à Mim Diallo. Un dos Lucidity Boots, donc un dos Ability Ace qui crée le QG le près d'un coup la seconde. Donc un dos il donc un dos les dégâts. On va donc les dégâts à ma maquette de gauche. On parle de Ezreal. Il y a un dos juste les kills, comme ça les assists. Mietin full farm, Kaka Ashrin. Quel carboule, Ashra CS par minute. On m'a drage, vous avez fait Ezreal, mais Ezreal il y a WQ. ما غاديش يضحك معاك خلينا نقول لك موزيس ما غاديش يعرف من جواد لي ديغا سي فيغ تري اتونسيون ساي اللي كمل السيكند ايتم ديالو خدا الزونيا ديالو اي الزونيا سي سوفيزون ولكن كنشوف لي جانا من لي دو ميد لينر It's not a good swap, but I think swap is because Yoni has TP and Nicky has TP for the moment. حيتاش صعيب انك تماتشي واحد ما عندوش تي بي دونك ما غاديش يقدر يدير بروكتيف بليز او فوكس جيمينغ دابا خصهم يديروا بروكتيف بليز يكاتشي واحد شويه وياخذوا شويه ديال الكيلز دونك هكشي اونفو هكشي صيفطوا يوني للتوب لين باش يكون تي بي فور تي بي من عند ديز فيتاس ومن عند يوني عاوتاني يوني ما نساوش بلي عنده بزاف ديال اللايف ستيل يعني عنده سيستين يعني غادي يقد يصبر على ديك البوكس ديال الكيوز ديال ديز فيتاس و نيكي عاوتاني الى صيفطها للبوتينيك سيكون سيف واحد شويه اكثر من الطوب حيتاش عاوتاني غوين ما نساش بلي واحد الشامبيون ما عندوش بزاف ديال الموبيلتي من غير الاي ديالو وما نساش عاوتاني بلي نيكي واخد غوست ما واخدش فلاش يعني الا مشى ايتي ستون لعب لا توب سايد ديك الساعه نيكي ما كانش غادي قد يفارمي ولا يدير شي حاجه 40 سكوند على هذا الدريك هذا الدريك اللي غادي يكون هو السول الاوركلي سبور اللي خداوه يعني فوكس جيمينغ اوبفيسلي خاصهم يفاتيو على هذا الدريك هذا باش يحاولوا يدينايوهم السول سورتو كي سافرنا السول وكاين تي بي ادفانتج عند 18 فيتاس نيكي qui est obligé, il compte déjà faire le pit. On peut voir peut-être l'engagement, sauf qu'on a qui est Léona. Il a Léona peut-être un ulti, alors ça peut être très intéressant. Et là, on va poser le Herald sur le mid lane. On a le tour du mid lane, on a la priorité sur le mid lane. Et ça, c'est le mid lane. On va vous dire que. اوركل اي سبورت تو سامبلومون كيربح هذا الفايت هذا بواحد السهوله اللي كبيره بزاف ازرائيل بقى سايف بقى كيضرب اوتوس نتاعها وما نساوش بلي ازرائيل دابا عنده جوج ديال الكور ايتمز ديالو يوم ديفان ساندر ومانامول اون بليس عنده بوت سي دي سي دي ار سي سي كام سي كامام كام ديروتون كيفاش اوركل اي سبورت كيربحوا واحد التيم فايت ان فيت سي با هما اللي كيربحوا التيم فايت سي بلوتو فوق ديميغا اكاديمي اللي كيخسروا التيم فايت نيكي اللي كيدخل بوحدو في الباك لاين ما عرفش فين يحاول يدير شي حاجه ساشون كو ابغي تدخل كونتر واحد ازريل ازريل غيدير واحد او ا عنده الفلاش ديالو اون بلوس دو سا مازال ما استعمل الفلاش ديالو كيدخل راسك انت بعيد الا كنشوف نيكي تي بي
راه سي سي فيو غنحاولوا ندخلوا على الداتا نتاعو ولا بيرفكشن الاولى وشي او دبليو كتعطي بزاف ديال الانرجي ولكن بيرفكشن الثانيه كدير بزاف ديال الدمج صاي كتخلي هاد الباك لاين هادي بوحدو هنايا ولكن كنشوفوا زونيا موجوده من عند ديز فيتاس باش يفورمو توبريزيشن ويوني اونيكي جايين لا اي بي فور يو و اكالي خاصه درويش باكاش ما عندهاش لاش بي بزاف انيكي كتخلي على اي بي فور يو ولكن ميستيك شوتس موجودين ولكن دبليو كاش بلوكي هاد ميستيك شوتس هادو لا لا ديز فيتاس ولكن ديز فيتاس كيدخل بالانستابل فورس اللي يلاه جات وما كانتش عنده في الاول ولكن يلاه رجعتها اوتي ديالو كيبروكيها على فوكس جيمينغ وكيدمر الاحلام ديالهم باش يربحوا هاد الجيم هادي. راه كنشوفوا هاد ديز فيتاس اللي واخد واحد البيل ديال ميد لينر في التوب لاين وكيقولوا ليه اخويا راه كامل خصك تمشي طونكي راك فرونت لاين كيقول ليه صافي صافي راه ناخذ كرون بالفيست ما تخافوش الدراري واحد البيل ما تخافوش واحد البيل ما تخافوش الدراري ما تخافوش كيقول لك كامل هاد فيتاس راك توب لاينر راك ماشي ميد لينر ما كاينش ميد لينر خصها يا دري ما تخافوش كياخذ لك واحد الدربرا بالفيست توب واتش وكيكمل بإير فروست والابي وغادي على زونيا الى اون فوا كامل لافونتاج من عند التيم ديال اوراكل سبورت فوكس جيمينغ اكاديمي بدا كيبان واخا ما كانوش سوفيزون واحد البارون واش غادي دار ولا غادي تكونسيلي اونكور اون فوا وي سافا سافا سفير نخليو تيتون بوعدو اي بارون سيكيورت عند اوراكل سبورت سو فار عندهم تو ليزوبجيكتيف سوف لي هيرالد اللي تخادو من عند زان كيلر زعما كيدير اللي خدا لي كيل كمان عنده الايك شارجي وكيدير بزاف هاد النيكي هذا الايك دير بزاف ديال دمج مصوف شادو وكيو اوتو كيو كتسكريزي كيدير على النيكي بون شوت الا صاي اللي غيمشي يلقى راسو ما بين 3 بيرسون في الميد لين صاي اللي كيدير واحد الخدمه مونستريوز هو وفيرليس راه قلت لك قبيله هاد ازري خصكم تشوفوا راه خصكم ديروا اتونسيون اي او فينال هو اللي كتشوفوا موست دمج في التيم فايت ثم زعما انا نشوفو ان بي لي جولد ديستريبيوشن تاع لي جولد و سورتو لي سي اس باسكو لي سي اس راه نشوف لي سي اس بار مينوت ديال اكالي وديال وديال ازريل بجوجهم عندهم لي سي اس فايتين بزاف انا با با فوغ هذاك لو بلاي في البارون ال سي اس كنهضر لك شوف هاد نيكي غيمشي بوعدو مي سي ترو ديب سي ترو ديب دونك لا تيم غادي تمشي ان وغادي تخرج اوت الا كيتجمعوا كاملين اي فوا كيتجمعوا راه عندك واحد مال فيت اون فاس عندك واحد هيك ازريل إسرائيل لعب كيف ما بغى لايك نو وان كان ستوب هيم كيضرب اوتو اتاكس نتاعو جاب ميستك شورتس كاملين تروشو الضرب جابهم على ثلاثه ديال الناس بزاف ديال الدمج وتا واحد ما قد اساسيني هذا الإسرائيل يعني كيلعب فري كيف ما بغى و اون بليس عاوتاني في البيت ديال دريك صعب بزاف انك تمشي وتوصل للباك لاين ديال إسرائيل حيت إسرائيل وقف مع الحيط اي فوا اللي كيدخل عليه دار الاي ديالو ورا ديك الحيط ومشى تو ذا سيفتي ديك الساعه رجع الفايت اي فوا رجع الفايت ديك الساعه اللي كان كلشي مقاد كلشي ديجا ديب فايت ما يعني ما عنده شكون يوصل ليه باش ياساسيني ولا شي حاجه وربح هذا الفايت هذا بشي ايزي ودابا واخا جوج كلوت ارمور ويتش از مين انه هو غادي يمشي على فروزن هارت يعني ازريل هذا صعيب بزاف انك تقتلو ولا دير له اي حاجه انا كنشوفو اكزيكيوشن الاولى اكزيكيوشن الثانيه وكما كيدرش الدمج بزاف حيت لا 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 فورس كما كيوش كافينا كنشوف موسف شادو اللي كتبروكي عليهم كتفيريهم ولكن مين وايل صاي كياخذ السولو كيل ديالو دايف على الاستاذ اكوا وديز فيتاس اللي كيدير الزونيا ديالو Et ça va essayer de finir le game. On a un team qui a Oracle Esports, c'est à nous l'avantage de Fox Gaming Academy ou l'avantage de Babam, clair et net. À Stratlika Gold d'avance, on va remchir à la ligne de Tiani et qui est sur le bot lane. La tête net, mais il y a un team qui est sur la base. On va reprendre la base, on va essayer Oracle Sali le game. So far, Oracle Perfect Week. Stardust Gaming Perfect Week. TRG Twerk Esports Perfect Week. On a les trois premières personnes. ديال لا ليغ سو فار هما كاينين وباينين تورغ اي سبورتس عندنا ستاردست جيمينغ اي اوراكل اي سبورتس سو فار في التوب 3 تيم ما كناش كنتسناوهم اللي يكونوا في التوب 3 باش نقول لك كنا كنتسناو فوكس جيمينغ اكاديمي كنا كنتسناو تي في ال كنا كنتسناو تورغ بون تورغ كنا كنتسناوهم تورغ ولا ريفنج وفي الفينال تورغ كتربح ريفنج فينا اورا كتربح فوكس جيمينغ اكاديمي ستاردس جيمينغ كيربحو ام ار وكيربحو سانسيت اون فاير دونك كنشوفو كو لا ليغ راه النيفو طلع بلايرز طلعو النيفو امبورت طلعو النيفو تيمز طلعو النيفو لونكادغمون طلع النيفو لي روستر لي ساب داكشي كامل نتسناو نشوفو الام في بي ديال هاد لا جيم ام في بي ديال لا جيم بوغ موا راه سي سوا ساي شنو ساي فريمون دار واحد الخدمة في التيم فايت لي ان بي فول وعاوتاني عندك ازريل حتى هو خدم مزيان
عندك كريم الام في بي كتمشي ما بين ساي و اسرائيل، ولكن جو بونس فور ماي اوبينيون اسرائيل هو الام في بي فور ماي اوبينيون، حيتاش بوزيشن ديالو في التيم فايت كان بيرفكت، ربح واحد الهارد لين اللي هو كونتر الكونترز ديالو اللي هما ليونا و تريستاناك، ما كان عفوا تريستانا اول انز ديالها على اسرائيل راه صعب بزاف في اللين فايز، هيما نجات سام هاو انه يربح اللين وتفيدا خدا في ميم با تخيغا 22 23 كان عنده ديجا 2 ايتمز ديالو، ديك 2 ايتمز هما اللي داروا ديفيرونس في التيم فايت، خداو ديك لي دريك تقريبا كاملين خداوهم بسبب ديال اسرائيل بالدرو شوت باراجا من ستيك شوتس ديالو. اي اون فوا ديجا التيم وادي اخر سيمانه، فا اخر سيمانه اخر نهار تاع السيمانه الاولى ديال سيزون 2 ديال اورانج، بعد نشوف فين الدراري راه كاينين 7 سيمانات او توتال غير في السيزون ريغولير، وعاد كاين السيمانات ديال البلاي اوف غادي نشوفوا الدمي فينال ولا الجراند فاينل. ما نشوفوا الام دي بي نقول لكم ميرسي لكم كاملين، باسكو شويه جو سي كيسير لي جيم كلشي كيبغي صافي راه كيبغي يمشي كيبغي يشوف هذا الجيم، ميرسي لكم كاملين وميرسي للام دي بي اوسي. دونك فيرلس اللي هو الا دي سي ازريل 7-1-8 28 مينوت دو جو تيم تاع اوراكل سبارك كيربحوا ضد فوكس جيمنج Academy. Et je voulais dire merci aussi à toi, Proxima, pour être venu lui faire le cast. Inch'Allah, on se voit plus tard, faire la saison 2 de l'Orange Esports Champions. On se voit un peu plus faire le cast, analyse, play-by-play. Déjà, je sais qu'ils ont des jeux, ils ont une versatilité qui est des jeux, qui est des recherches au maximum, au point, faites-y quand même. Donc, merci beaucoup d'être venu Lyon et d'avoir casse. Inch'Allah, on te l'a très très prochainement. Comme Kamlin, merci à Orange, merci à Atlas Gaming, merci à Kamlin, Likir, de mots, Lilonar, pour faire en sorte que la ligue ça avance à 100%. Et sans eux, à la Maradi, si on a des développements avec DAC, grâce à ça, je suis un peu plus de Lyon. Inch'Allah, on se fout le Maradi. Avec un meilleur niveau, et là c'est ce qu'on est en train de voir. Comme je vois Chikamel, j'espère que tu m'as le viewers. Je vous commets Chikamel. Si vous avez des choses à dire, c'est bien sûr sur le chat que vous exprimez les émotions. Il faudra que vous disiez à vous comme la latine film rêve. On challenge, on chauffe une scène, il développe encore plus. C'était un plaisir d'être avec vous. Et Simonel Loula, on chauffe une halle. Simonel Zaya, Kula, Tlet, Lerba, Ojma, Mensba, Hatel Lachara, ou la Hatel Zaya, ça dépend des jours, mais Mensba, Hatel Lachara, Simonel Zaya, ça va être 19h, 22h. Tous les jours, c'est pas la chara. On trouve une chauffe, une chauffe, c'est les games, Castellum, ou bien sûr, une chauffe, les teams, et je réitère, face à des trios de tête, les games, mais bien Tori Esports, mais bien Stardust Gaming, mais bien Oracle Esports. Je vous dis très bientôt, et à la prochaine. Chocolat, proxima.